بان لي لابارتيون طوميراني يعيش فيها يمسكونا بنفل صغير وراهو حاب يقتلنا. صباح الخير. السلام عليكم خاوتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. كيما راكم تشوفوا هاد الايامات انا كل زمان ندير لكم حكايه، باسكو الاغلبيه منكم قلتوا لي في هاد الشهر تاع رمضان ديرنا غير الحكايات، وهذا الشيء انا شخصيا يساعدني باسكو نحب الحكايات، نحب نحكي مالغري في رمضان شويه صعيبه. امبوسيبل ننطق جمله، لساني يدي رابي باسكو ماني شارب الماء، كارثه. هيا دعيولي باش نكمل الدورناج باسكو راني كاره. دوك الناس اللي راهم يديموندي في لي ميمز نقول لكم رمضان راح يولي ميمز، راح يبقاو الحكايات وراح يجي كونسيست بزاف شباب. المهم في هذا الفيديو جبت لكم حكايه من تويتر تاع واحد اسمه ادم، الحكايه فيها ميكانيك شباب وواعر باسكو تتعلق بالاحلام والمنامات، وهذا الشيء حساس لينا بزاف كبشر. على كل حال نتمنى تتمتعوا بالحكايه قبل ما نبداو، اذا كان عجبكم هذا الكونسيست تاع لي فيديو ديروا لايك، حاجه تطلع لي بزاف المعنويه تاعي. نبداو الحكايه، طفيو الضوء تاع الشومبره تاعكم وما تنساوش تركزوا معايا مليح باسكو كاين بزاف لي ديتاي في هذه الحكايه. يلا. ادم ما عنديش حاجه كبيره نهضرها عليه، ابار هو انسان عادي عنده خدمه شريفه يخدم في شركه، انسان كبير شويه يعني يعيش وحده في دار وعنده زوج قطوطه يونسوه. والحكايه تاعو نقدروا نلخصوها بالتويت تاعو الاول اللي حطو، تبان لي لابارتمون اللي راني عايش فيها مسكونه بطفل صغير وراهو حاب يقتلني. بيان سور ادم ما تويتاش هذا الشيء كشغل من راسه هكذا جاتو في بالو تيتيره، مي كتب هذه الجمله باسكو صرالو عفايس. الحاجه الاولى هي في ليله من الليالي نام واحد المنام بزاف غريب، نام روحو في الفراش تاعو في الشومبره تاعو نورمال، بصح كان مقابلو واحد طفل صغير، واحد الدراري صغير بزاف. هذا الطفل كان قاعد في الكرسي الخضر تاع ادم اللي جاي في الشومبرا، تسمى ما في الحقيقه كان في الشومبرا تاعي. والحساس يكون في المنام ما صراح حتى حاجه ابار ادم يشوف هذاك الطفل والطفل هذاك يشوف فيه، هذا ما كان. وادم ما قدر يدير حتى حاجه بس كان باراليزي. بين قوسين الباراليزم دي سومي هي كي تنوض من النعاس وعقلك يدير روتار باش يديبلوكي لي مشكل تاعك، باسكو حنا العباد كنرقدوا العقل تاعنا يديزاكتيفي لي مشكل تاعنا باش ما نقدروش نتحركوا في الليل، وكنفطروا من النعاس ياكتيفيهم باش نقدروا نتحركوا، ومن داك العقل يدير شويه روتار باش ياكتيفيهم. دوك يمدنا هذا الاحساس تاعك شغل نفطنوا بصح ما نقدروش نتحركوا. صرات لي ليات صرا لكم ليكم نتوما نورمال، حاجه عاديه صرا من العيا بزاف. وهذا الشيء اكزاكتلي صرا لادم، تما كان يشوف الشومبرا تاعو وكان يشوف هذاك الطفل وكان باراليزي ما قدرش يتحرك حتى فطن، ناض غسل وجهه دار حياته نورمال شغل ما توسوش بزاف بصح ماركا هذاك الطفل، باسكو في حاجه غريبه بزاف وصفوا باللي ما عندوش مورسو منه من راسه، وصفوا ثاني هذاك شغل الطفل ماهوش انسان ماهوش بشر، شغل اوبجي شغل شيء. اوي ما قلتلكمش ادم واش يخدم اكزاكتومون في هذيك الشركه، يخدم جرافيزم ديزاين يعني يرسم، وجوستومون استعمل هذه الموهبه تاعو تاع الرسم باش يسيي يتفكر هذاك الطفل اللي شافه في المنام ويرسمه. جازو يامات على هذاك المنام، كان كلش عادي كلش على مايورام كما يقولوا، حتى جات ليله وين نام روحو في مكتبه، حلم روحو يقرا في واحد الكتاب، حتى جات واحد الطفله هكذا شابه نحات له هذاك الكتاب، قالت له وراه دافيد، جاوبها قالها شكون دافيد؟ قالت له انت راك شفتو ديجا هو ميت، نعطيك نصيحه المره الجايه كي تشوفو تحب تسقسيه ما تعطيش اكثر من سؤالين، سينو راح تقلقو. وهنا ادم ناض مخلوع قال له شنو هذا؟ وقيل دافيد هو الاسم تاع هذاك الطفل اللي نمتو، قال له كان جات صح هكذا الحاله كراف، باسكو نام زوج منامات في فتره طويله وعندهم علاقه مع بعضهم. على كل حال جات هذيك الجورنيه جازويا مات ونحى هذه الفكره من راسه، قال وقيله تال من قعد نخمم في هذاك الطفل اللي حلمته لحقت لدرجه وين راني ندير افكار وراني نومهم في منامي. جات منع على واش صرا الادم باش يجيه منام اللي يبين له بلي الحاله ماهيش تعجب تاع الصح، حلم نفس المنام الاول يعني كان متكسل في الفراش ومقابلو هذاك الطفل فوق الكرسي الخضر، بصح هذه المره ادم كان يقدر يتحرك ما كانش باراليزي، وهنا قدر يسقسيه في المنام قال له انت هو دافيد؟ بقى سكات في هذاك المنام حتى دافيد نطق وقال له اه. زاد سقساه ادم قال له واش بيه راسك علاش ما كانش النص؟ دافيد الطفل هذا جاوبو قال له كنت في سوبرات وايطاجير طاح على راسي وهذا الشيء اللي سبب موتي. ادم تخلع كيفاش ايطاجير يقدر يطيح وحده، دونك سقسى دافيد قال له شكون طبع الايطاجير؟ وهنا دافيد قعد غير ساكت حتى خلاص المنام وفطن ادم، ناض قلبو يخبط ومخلوع ومشوكي من المنام هذاك، حتى قدر يكالمي روحو قال خلاص راني نتلف، قال هذه الحكايه تالمو دخلت مليح في راسي راني غير نعود في المنامات وهذا الشيء قلقو بزاف. موراها مع التوسوس تاع ادم وكلش بدا يدير ابحاث في انترنت، كتب في جوجل دافيد الطفل اللي مات في سوبرات ما لقى والو، زاد كتب دافيد الطفل اللي طاح عليه ايطاجير في راسه ما لقى والو تاني، سيما اسماوات واحد اخرين كيما داني كيما دانيا اللي ما لقى حتى حاجه. المهم الحكايه تنسات بالخف عند ادم باسكو هذيك السمانه كان يوجد روحه باش يدي ميناجي، كان فرحان باسكو جارو الفوقاني كان حاب يروح كان يروح يدي ميناجي، وكان منيغوسي مع المول باطيمه باش جوج جارو يروح هو يحكم ببلاصتو ويكري هذيك الدار اللي الفوقه، باسكو هذيك الدار واسعه وتساعدو، قال تهنيه من هذيك الدار اللي تحتها فيها افكار كاع ماشي ملاح ومنهم الحكايه تاع دافيد، ومزيه الفوقه ما صرات حتى حاجه ما نام حتى حاجه غريبه، ابار الخطوطه تاعو كي تلحق 12 تاع الليل يبقاو يشوفوا في الباب تاع الشومبرا تاعو اللي تخرج للكولوار.
بيان سور ادم راح يفتح الباب باش يشوف واش راهم يشموا القطوطه وما لقى حتى حاجه شغل كلش عادي نورمال كل وار فيد نورمال. هادشي ما خلاش لا كونسيونس تاع ادم ترونكيل دونك تيليشارجا واحد لابليكاسيون كي تسمع صوت تسجلو باش ياكتيفيها في الليل ويشوف واش يصرا. الناس يتبعوه في تويتر كي شافوا القطوطه هادوك يشوفوا في الباب قالوا له سيح الملح في الباب باش اونكاكش واحد يجوز يخلي لا تراس. هذاك واش دار اكتيفا لابليكاسيون كيما قلت لكم وراح يرقد. غدوه الصباح شبع نعاس ما نام حتى حاجه بيزار نورمال ضرب طلع الملح لقاه ما تحركش. شاف هذيك لابليكاسيون لقاها سجلت 65 صوت بصح كاع الاصوات الصون تاع الطوموبيلات تاع القطوطه كيقولوا 100 ابار زوج اصوات وهما زوج خطوات. بصح الحاجه الغريبه ما بين الخطوه الاولى والخطوه الثانيه بيناتهم واحد 40 دقيقه. هنا ادم ما شغلش بزاف باله وما توسوش قال بالك القطوطه بالك دونك فوالا. جازو يامات ادم خدام شغل كلش عادي نورمال حتى جاتو في باله باش يشري بولاغويد باسكو هو يخدم جرافيزم ديزاين دونك حب يصور الرسمات تاعو ويديرهم ديكور باسكو هذيك لاباراي لابولاغويد كي تصور تخرج لك ديريكت تصويره وحاجه شابه. كي شراها ولحق للدار بدا يسيي فيها في الدار بدا يصور هكذا شنابر وكلش كان كلش عادي حتى صور الكولوار تاعو باسكو كي صوروا خرج كحل. هنا ادم قال كي صورت بالك غلطت وغطيت لوبجيكتيف بصبعي دونك عاود دار فوتو وغطى لوبجيكتيف بالعاني بصبعو باش يشوف اسكو يخرجوا كيف كيف ولا لا. وكيما راكم تشوفوا ما خرجوش كاع كيف كيف ادروات كي غطى لوبجيكتيف بصبعو بالعاني واغوش هي التصويره الاولى. بصح خاوتي بيناتنا بصح هاد العفسه فيها شويه تويسويس وكلش بصح لا بولاغويد تبقى حاجه الكترونيه كابابل يكون صرالها بقول لها. المهم ماهيش حاجه اللي مستحيل تصرى بصح الحاجه اللي قريب مستحيله تصرى هي هذيك الليله بالذات. ادم نام دافيد نام نفس المنام الاول يعني كان في الفراش ومقابلو دافيد في الكرسي الخضر بصح هاد المره في دارو الجديده وما صرا والو في المنام ابار كانوا يتبادلوا الخزرات. ناض ادم مخلوع قال صافي اشهر واشهر ما نمتوش سي با نورمال نومو. في الليله اللي صرات لي حاجه غريبه مع البولاغويد ادم بدا يشك باللي هذا ماهوش خايل راهو في راسو برك. دونك راح لهذاك الكرسي الخضر خرجهم الشومبره تاعو هبطوا للصالون لتحتها وقعد يحوس في انترنت بالك يلقى اجوبه بصح للاسف ما لقى حتى حاجه. جازو غير يومين على هذاك المنام وادم عاود حلم بدافيد بصح هاد المره ماشي كيما العاده نام دافيد حكمو من يدو ويكركر فيه كان يجبد فيه من الشومبره تاعو حتى للصالون وين حط هذاك الكرسي الخضر. وكي ناض من النعاس ما ناضش مخلوع ولا عفسه هكذا باسكو خلاص بدا يوالف هادو المنامات البيزار. بصح كي راح يغسل وجهه ومركا باللي كاين اون طراس في يدو وهذه لا طراس جايه سوا سوا وين كان حاكمو دافيد في المنام. وكما راكم تشوفوا شغل زرقت وكان كاش واحد ضربو تما ولا كاش واحد زير عليه. ادم ما يامنش بزاف بالجنون وهادو العفايس ومع اللي كان مكونسونطري بزاف مع الخدمه تاعو وكان يوجد لواحد الفواياج للجابون ما داهاش كاع في هاد الحكايه. قال بالك في الليل ضربت يدي في طابلو نوي ولا بدا تزرق وهذا ما كان. موراها هذيك السمانه جات بزاف كامل حاجه ما صرات ابار القطوطه في الليل يروحوا يشوفوا هذاك الباب بصح ابار صاني منام ني حس ني والو. ادم كان حاط راسو للخدمه تاعو 100% وكان ثاني يوجد للرحله للجابون باسكو هذه الرحله تاع الخدمه. وقبل ما يروح الجابون شرا واحد الكاميرا تاع العسه حطها في الصالون تاعو باش يعس الدار تاعو من البعيد كي يروح الجابون. كما كان الحال بلاصه هذيك الكاميرا القطوطه عندهم واحد الماشينه تمد لهم الماكله 3 خطرات في النهار عندهم الماء عندهم التاويل دونك راح للجابون هاني. اليامات الاولين كي كان يشوف الكاميرا واش يصرف في الصالون تاعو شوف غير القطوطه يلعبوا كلش ما كان حتى حاجه غريبه. حتى واحد النهار شاف واحد العفسه تاع الديكور كانت لاصقه في الحيط طاحت وحدها قال بالك ما كانتش لاصقه مليح بالك ما كانتش محكومه بيان دونك طاحت. بصح الحاجه اللي حيرت وتوسوس منها هي التصرف تاع القطوطه تاعو. كما شفتوا وكان القطوطه هذيك كانوا يشوفوا في واحد الحاجه هكذا انفيزيبل ولا كانوا يصيدوا في حاجه تطير وما تبانش. حنا راح نقولوا بالك حشره مالغري ادم بريسيز مليح بلي ما عندوش حشرات في الدار يدير لاباراي يدير ريحه وما ما كانش غابه قدامه ولا ليميديتي اللي يجيب الحشرات للدار. ابار هذا الشيء ما صرحت حتى حاجه غراف بصح ادم حكى لنا النهار الاخر تاعو في الجابون قالنا كمل الخدمه خلاص بقى له النهار الاخر كان حاب يبروفيتي باش يزور شويه الجابون. كان يدور كان يروح لهذوك البلايص توريستيك وكان عاجبو بزاف الحال حتى طاح في هذا التمثال اللي بزاف غريب كما راكم تشوفوا. كي شافوا في اول نظره لفت الانتباه تاعو قاعد يتامل فيه حتى طاح في هذا الوجه اللي يفكروا في دافيد. هنا ادم جمد يبز هو ولا تمثال من الخوف عاد ولا ديريكت للشومبره تاع لوطيل اللي كراها في الجابون لم قشو قاعد يستنى في الطياره باش يعاودوا لي لدارو. عاد ولا لدارو ماشي كاع مهني قاعد يشوف في الدار كش مصرى ولا ما لقى حتى حاجه دي بلاصات ابار كاش عفايس هكذا بالك القطوطه حركوهم وسيرتو هذاك الكادر تاع الديكور اللي طاح وحده. ابريامات بدا يسمع الفوقه في الكغونيه حاجه تتحرك وهذا الشيء مستحيل باسكو السطح ما كان حتى واحد يقدر يجوز له باسكو الدخله تاع السطح في دارو والكغونيه جامي فتحوا ما عندوش ميم با المفتاح تاعو. وكما راكم تشوفوا الكغونيه تاعو فيه 30 سنتيمتر تما مام الانسان ما يقدرش يدخل تما. ادم قال بالك كاش حيوان لقى كاش شقه تخرج الكغوني تاعي ودوكا راه حاصل الفوقه. غدوه من ذاك كاين الصباح لقى الفتوت في الدروج تاعو وفوق الدروج كاين لا تخاب هذيك الباب اللي تدي الكغوني تاع الدار وكي طلع راسو لقى حاجه ديباسي من هذاك الباب. دونك ادم واش دار جاب قصبه باش يحرك هذاك الباب
ادم مع الاول تخطف وعاف شويه بس كان حاسب سنجاب ميت اللي طاح، مي لالا لقاها صباط من طراز قديم بزاف وكشغل بوينتور صغيره يعني تاع دراري. الريفلكس تاع ادم عيط لمول باطيمه حكى له كلش، قال له كنت نسمع الحس الفوقه ولقيت صباط تاع دراري. مول الدار جا جاب معاه سلوم باش يشوف واش كاين الفوقه، فتح داك الكغوني كي جا راح يدخل ادم خاف، كان خايف كاش واحد راح يجبد مول الدار هكذا يدخلوا ذاك الكغوني. خلاص يعني ادم بدا يهبل. مي على كل حال مسرح تاع حاجه السيد راح ضرب طلع الفوقه ما كان حتى حاجه، عاود ولا غلق الباب وطمئن ادم وقال له كاش ما يصرى ثاني ولا عيط لي في التليفون انا نفريها. بصح ادم ما ارتاحش للقصه تاع هذاك الصباط، كان حاب يشري بزاف تاع لي كاميرات سيرفيونس باش يعمر الدار تاعو، بصح كان شويه مزير من الكوطي تاع دراهم باسكو هذاك وين ولا من الجابون ما قدرش ميبا يشري كاميرا وحده، كان يخمم يشدي هذيك تاع الصالون ويطلعها للشومبره تاعو. بصح الانستالاسيون فيها بزاف تكسر الراس ولازم يشري حفايس وحد اخرين ومام الخيط لازم يطولو، دونك قرر باش يشري واحد الكاميرا اللي كي ديتيكتي موفمون تصور وحدها، يعني كي تحس واحد تحرك تصور. شراها حطها في الشومبره تاعو اللي مات الاولي المسرح تاع حاجه بيزار، كان تصور له غير هو كيتحرك وهو راقد ولا الخطوطه كيجوزوا عنده. جازوا سمانات وسمانات مسرح حتى حاجه، حتى دافيد عاود ولا في المنام تاع ادم، والمنام سوا سوا كما المنام الاول كامل، يعني ادم في الفراش مكسل ومقابله الطفل دافيد. بصح في الدار جديده ودافيد ما كانش في الكرسي الخضر، بصح كان قاعد في واحد الفوطي قديم بزاف كان عنده هذا ادم بكري وكان حاطه في الشومبره، تماما في الحقيقه كان في الشومبره. واش دار ادم في المنام؟ كان حاب يصوره بصح ما قدرش يحكم التليفون تاعو باسكو منام ما يقدرش، وبقى السيلونس بزاف طويل في هذاك المنام حتى فطل مخلوع قلبه يخبط ويتنفس بزاف بالخوف. جست موراها قدر يكالمي روحو، هذيك الجورنيه جوزها نورمال، غسل وجهه استقهوى راح يخدم عادي، عاود ولا للدار. كي عاود ولا للدار بدا يتريتي الخدمه تاعو، وهنا روماركا باللي كاين تصور جدد في البورطاب تاعو. والعفساتكم ما تخلاش هنا، ادم راح يجري لاباراي فوتو اللي حطها في الشومبره تاعو، واش لقى؟ حاجه قراف بزاف. على كل حال من هذيك الليله ادم مازالش بات في هذيك الدار، ولا يبات مع واحد صاحبه وكان يحوس على دار واحده اخرى باش يكريها. خبر مول العماره باللي كاين جنه وساكن هذيك الدار، بصح ما امنوش. وكان تقسيوني على ادم دوكا نقول لكم عايش نورمال، عاود ولا العايد العاديه كي ديميناجاري يح دافيد ما تبعوش. وهذه الحكايه صارت في 2017. والله خاوتي نتمنى تكون عجبتكم الحكايه، نتمنى تمتعتوا شويه، قولوا لي كلش في الكومونتير اذا راكم حابين تدعموني بارطاجوا هذا لا فيديو، حاجه تدعمني بزاف وتطلع لي المعنويات وتخليني نكمل. ويعطيهم الصحه الكامل اللي راهم يبارطاجيو في انستغرام باسكو راني نشوف كلش، راني نشوف كاع لي ستوري راني نجاوب. اذا كان راك جديد في القناه مرحبا بك، تابونا في اكتيفي لاكلوش راني نديرو كل سمانه فيديو. حبيت نقول لكم يعطيكم الصحه على نص مليون في هذه القناه، شكرا. وما فلاشين جيمنج رانا قريب نلحقوا 100000، وما في انستغرام رانا قريب نلحقوا 200000. يعطيكم الصحه على كلش خوتي، اعطوني رايكم في لي كومونتير على هذه الحكايه. انا نقول لكم تلاقاو الخميس الجايه في حكايه جديده، اتهلاو في روحكم، تصبحوا بخير، اتحبوا.